عليكم أربعة صاعقة. اليوم درس تكوين كيفية تكوين ملتيار ماسنجر، بمعنى أنه إذا أنت عندك أكثر من إيميل ضيف ماسنجر تريد تفتحه بنفس الوقت، فكيف تفتح بنفس الوقت؟ مع العلم أنه مخليهم حماية ما يفتح لي ماسنجر إلا إيميل واحد، مثل هسه شوف يفتح فقط إيميل واحد اللي هو آيدي واحد. فطريقة تكوين ملتيار ماسنجر خليه يفتح أكثر من ماسنجر، أي عدد كان، أي عدد كان. نشوف الطريقة التالية. هاي الطريقة تكون على كل أنظمة الويندوز اكس بي 7 فيستا، ولكن فيستا نود فيستا اكو فد اختلاف شوية عن عن الاكس بي. طيب انه بالبداية فيستا نود فيستا نشوف نوعية النظام اللي عندك، فنشوفها منين؟ من هنا كليك يمين، كليك يمين بروبرتيز، شوف نوعية النظام، نوعية النظام سيستم تايب، نوعية النظام 32 بت، هذا نحتاجه فقط. نترك نحفظ هذا الرقم 32 بت، نترك نروح للستارت نكتب رام. ملاحظة هاي الطريقة تقدر من هنا تكتب ال 7 والفيستا، تكتب فقط الستارت يفتح لك. افتح هذا البرنامج. اما طريقة السيرفر والفيستا والاكس بي هي طريقة واحدة، نكتب رن نرن نكتب الفيستا نضغط. عموما هاي الطريقة تنفع لكل الأنظمة المعروفة يعني اكس بي 7 فيستا. فالطريقة التالية نفتح current user الى software ننزل نقول على كل البرامج طبعا بفتح ياهو، ندخل على ياهو pager الى test. هنا على حد ليش قلنا نشوف نوعية النظام؟ نوعية النظام اكو انظمة 64 واكو انظمة 32 بت، فاحنا من هنا نستفاد من هاي الحديث. فنستخدم هذا نظام 32 بت، انا راح اخذه لان هو نظام 32 بت. اما الانظمة الاشخاص اللي عندهم انظمة 64 يستخدمون 64، لان انا نظام 32 نستخدم 32. يطلع لنا هذا الملف، نسمي الملف بلورال، بلورال بمعنى ثنائي، بلورال. نضغط انتر، نفتح هذا الملف، طلعت لنا هاي النافذة. القيمة، قيمة البلورال نغيرها إلى فقط واحد، طبعا الصفر باللغة البرمجية الصفر بمعنى لا، والواحد بمعنى نعم، هاي اللغة البرمجية لغة الفيجوال بيسك وغيرها. تمام، قبل لا نعم مبروك عليك، اغلق هاي، مبروك عليك، ملتيها ماسنجر، تقدر تفتح اي ايميلات تحب، تقدر ايميلات تحب تفتح تفتح طبيعي. نشوف كم ايميل فتح، تفتح قد ما تحب من ايميلات. ان شاء الله الكل يستفاد من هذا الدرس. هذا درس دا إلى إخواني والصاعقة، خصوصا إلى أخويا رومان سانكا. من الكل يستفاد من هذا، شكرا جزيلا. أخوكم رضا العراقي.